Jewish deal. I understand. Holy bitch. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الخد التريب السلام على الشيب الخضيب السلام على دماء السائلات السلام عليك يا أبا عبد الله سيدي ومولاي ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم أمنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسبا يا مرحبا بابن مظاهرة بالولاء لو كان ينهض بالولاء ترتيب ترحيب ضابيب عرصة كربلاء ما أريد أن أخضع لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب لين سالس ها إن وياي على حبيب يلا طبيب عرصة كربلاء ما أريد أن أخضع لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب مسلم يا ابن عمي خبرني ايش صاير اشوف القلب طاير مذهول تمشي بالسكك مشية الحاير تخفي النشيج ومدمعك بالخد سجار أويلي قال لأهل الكوفة تراهم مستعدين لما وعساكرهم قصدهم ذبحة حسين شالب عزيزات النبي هايم بالبرور ما حار ظل بمنزله لا شيخ ولا شاب ومصيبته وامامه Thank you.
يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينهض بالولال ترحيب شان يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والمقام قريب قد أخلصت في طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب بأب المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء مضروب ادنا والحبيب العلم من كف الشفية هز بيمين أو قال طافت للمنية آخ آخ والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني ودروا عظامي بالهوى وتال انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا بنت بنت النبي والله يا ابو السجاد ما فارق جماله روحي واهلي وعزوتي كلها فداله كل شيء عتكتفني ولا تهتك عياله والتفت لاصحابه وقلهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهالعركة يثور الحرب والكون ولا تكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوية فاضل ترى ما ترضى يا ابنة المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي اخوتي تمشي فيا قال لي ابو سكنه يا ضنوه الكره قدامنا خلها يا خويا تفوت لمصه منا ومنهم يا الاخو تتقصف اعمه تالي النهار خيابنا تبقى خليه مصيبته حسين ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. الحديث من خلال هذه الآية المباركة وعبارة عن سوء العاقبة، ونتناول هذه الزاوية من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو المقصود من العاقبة السيئة؟ والنقطة الثانية، هل أن العالم يمكن أن تكون له عاقبة سيئة؟ والنقطة الثالثة، بيان عوامل العاقبة السيئة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهو بيان المقصود بالعاقبة السيئة، تقف عند ثلاث نقاط، وهو النقطة الأولى، وهي كما نعلم أن الإيمان مستقر ومستودع. الإيمان ينقسم لقسمين، إيمان مستقر وإيمان مستودع. القرآن يقول هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. أبو بصير يقول له الإمام الصادق عليه السلام، ماذا يقول أهل بلدك في هذه الآية؟ قال يقولون المستقر هو المستقر في الرحم، والمستودع هو المستودع في الصلب. فقال الإمام عليه السلام كذب، إنما المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا يستر عنه أبدا، وأما المستودع فمن استودع الإيمان زمانا ثم سلب عنه. هناك صنف من الناس يمتلك إيمانا راسخا مستقر أو مستقر، وهناك من الناس من يكون عنده الإيمان مستودع عارية ثم بعد ذلك يسترد. يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الله جبل الأنبياء على نبوتهم فلا يرتدون، وجبل الأوصياء على وصايتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، وأعار بعضهم الإيمان عارية فإن لم يدعو ويلح بالدعاء سلب منه الإيمان. ولهذا نحن يعني من المستحب الإنسان يكرر في كل ورد وفي كل صلاة يدعو لحسن العاقبة، اللهم اختم لنا بخير، لأنه ربما تكون هنالك مثلا يكون عندنا الإيمان عارية، فإذا لم يدعو الله ويلحن الله عز وجل في الدعاء يسلب منه الإيمان. إذن الإيمان مستقر ومستودع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الذي عنده حالة سلب أو الذي تكون عنده حالة سوء العاقبة هذا لا يكون فجائيا، يعني أي واحد يحدث عنده سوء العاقبة هذا ليس فجأة ولا دفعة واحدة، بل هي بمقدمات. ما هي هذه المقدمات؟ المقدمات طبعا القرآن ماذا يقول؟
ثم كان عاقبته الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، أنهم كذبوا بآيات الله ثم استمروا في المعصية والرذيلة والانحراف. النهاية ماذا؟ النهاية سوء العاقبة. فإذا العاقبة تصحبها مقدمات. النقطة الثالثة أن قلنا أن الإيمان مستودع أو مستقر. ثانيا أن حالة العاقبة السيئة لا تحدث فجأة وإنما تسبقها مقدمات. الحالة الثالثة أن سوء العاقبة يمكن أن تكون للإنسان في أواخر عمره، وربما تكون حتى عند الاحتضار. ولهذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة حتى يحين نزعه. ربما تكون في حالة الاحتضار، وربما تكون في البداية، وربما تكون في الوسط. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يكون يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وربما يصبح كافرا ويمسي، وقد يصبح كافرا ويمسي. ربما هو في بداية عمره منحرف، لكن في النهاية تكون عاقبته حسنة. وقد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. إذن ثلاث نقاط: الإيمان يكون مستقر ومستودع. ثانيا أنه لابد أن تسبقها مقدمات. ثالثا أن العاقبة ربما تكون في البداية أو في الوسط أو في النهاية. إذا اجتمع ذلك تؤدي بالإنسان إلى سوء العاقبة. هذه هي النقطة الأولى، وهي المقصود من سوء العاقبة. النقطة الثانية: هل يمكن أن العالم تكون له عاقبة سيئة؟ نحن عندما نقرأ التاريخ نجد أن التاريخ يصرح لنا بأسماء كانوا علماء ثم ساءت عاقبتهم. أذكر لك نماذج مثلا من هذه النماذج، هو بلعم بن باعورة الذي تحدث عنه القرآن الكريم. بلعم بن باعورة كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال كان يمتلك الاسم الأعظم، الاسم الأعظم، وكان بنو إسرائيل يأتون له يطلبون أن يدعو له، وما كانت ترد دعوته أبدا. شوف، وصل إلى هذه المرحلة أنه يمتلك الاسم الأعظم. وهل هنالك مرتبة أعظم من هذه المرتبة؟ لكن بلعم بن باعورة ساءت عاقبته. لماذا؟ كما يقول الإمام الرضا: مال قلبه إلى فرعون. يعني هذا الإنسان الذي يميل قلبه إلى طغاة عصره وجلاوزة الزمان وطغاة الجور، هذا لا يلبث إلا أن تسوء عاقبته. أغراف فرعون بالمال. فلما خرج فرعون في طلب موسى، ف
كما يقول القرآن وأتبعهم فرعون بجنوده في آية أخرى وأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فرعون خرج في طلب موسى فطلب من بلعم بن باعورة وأتبعه الشيطان فكان من القوم. بلعم بن عمرو فأتبعه الشيطان فكان من القوم. أولا فأتبعه الشيطان. لا احنا نقصد يعني لما فرعون خرج في طلب موسى، لما موسى خرج مع بني إسرائيل فلحقهم فرعون لأنه يقبض عليهم فطلب من فكان الشيطان يتبعه بس مو قادر عليه، هذا في البداية يعني مو قادر عليه على طول حاله. فالمهم فطلب فرعون من بلعم بن باعورة أن يحبس موسى، فركب حماره ليدرك موسى حتى يدعو عليه، ولكن حماره لم يستجب له فأخذ يضربه بعنف يضربه بعنف حتى مات الحمار. وإذا بهذا قد انسلخ عن آيات الله كما يسلخ الجلد من العرض. هذا بلعم باعورة، هذا الذي كان عالما ويمتلك الاسم الأعظم، ولذا بالقرآن يقول واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه. وإذا بيصبح مضرب المثل في القرآن الكريم، يشبهه القرآن بالكلب. هذا بلعم بن باعورة نموذج آخر، وهو من علي بن محمد الشلمغاني، أبو جعفر علي بن محمد الشلمغاني. هذا الرجل كان أيضا من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وكان له مؤلفات، صاحب كتب، عند كتاب يسمى الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى، وعند كتاب في البداء، وعند كتاب في العصمة، عند عدة مؤلفات. ومن أعظم كتبه وكتاب التكليف، هذا كتاب مشهور عند الشيعة أشبه بالرسالة المبسطة عملية. وإذا بهذا محمد بن علي الشلمغاني، وإذا بهذا الرجل عالم، وإذا به ينحرف ويدعي النيابة عن الإمام المهدي ويقول كلمات منحرفة ضد الحسين بن روح النوبختي، نصح ما ينفع. وإذا يأتي التوقيع من الإمام سلام الله عليه. أما بعد، فإن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني عجل الله نقمته، فقد خرج عن الإسلام وكاد في دين الله. الإمام صرح ساءت عاقبته. هذا نموذج آخر، وهو رجل يقال له أيضا محمد بن هلال. هذا محمد بن هلال المعروف بالسماعاتي. هذا الرجل أيضا كان يقال أنه هذا الرجل أحد الرواة الكتب الأربعمائة، كتب الأربعمائة الواردة عن أصحاب الأئمة، كان راويا لها. وكان هذا الرجل يقال أنه حج 53 حجة، حج 25 حجة ماشيا على قدمه، وعاصر أربعة من الأئمة، الإمام الجواد
والإمام الهادي والعسكري والإمام المهدي. وإذا بهذا الرجل أيضا يدعي النيابة يعني شوف هذا رجل كبير في العلم، فيأتي أيضا التوقيع من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أنه قال أنه برئ، أنه يبرأ من علي بن هلال، وأيضا ويبرأ كل من كل من لا يبرأ. إذن هؤلاء نماذج من العلماء، لكن لأن علمهم لم يحصنهم صارت لهم عاقبة سيئة. إذن العاقبة السيئة تكون للإنسان العالم لغير العالم. قد يقول قائل هذا عالم ويصل إلى كيف تكون عاقبته سيئة بهذه البساطة بهذا المستوى؟ طبعا هنالك ثلاث المنظومة الإسلامية لها ثلاثة طرق. المنظومة الأولى هي العلم والعقيدة، المنظومة الثانية هو العمل بالشريعة، المنظومة الثالثة هي الأخلاق. فإذا افتقد الإنسان واحد من هؤلاء الثلاثة يكون الدين ناقصا. إذا صار العلم من دون عمل، القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا الذي عنده علم فقط هذا ما يستفيد الناس منه. هذا شبهه القرآن بأنه كالحمار الذي يحمل على ظهره أسفار، لأنه ما استفاد الناس من علمه. أحيانا يكون عنده علم وعنده عمل لكن يفتقد منظومة الأخلاق. فإذا افتقد منظومة الأخلاق صارت عاقبته هو سيئة. ولهذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال العالم عالمان، عالم عمل بعلمه فهو ناج، وعالم لم يعمل بعلمه فهو هالك. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الله يعذب ستة بستة، يعذب الأمراء بالجور، ويعذب التجار بالخيانة، ويعذب الفقهاء بالحسد. إذن فلا تستغرب ولا تستعجل أنه أن يأتي مثلا واحد من العلماء فينحرف. فإذن إذا ما اجتمع العلم والعمل والأخلاق تؤدي بالإنسان إلى الانحراف. إذن أن العالم يمكن أن تكون له عاقبة سيئة. ما هي عوامل نقطة؟ ما هي عوامل العاقبة السيئة؟ العاقبة السيئة لها عدة عوامل، من بين هذه العوامل هو عبارة عن الضعف الروحي. الإنسان يكون عنده ضعف في عقيدته. في القرآن ماذا يقول؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، خسر الدنيا والآخرة. هذا الرجل لما كانت عنده عقيدته ضعيفة أدت به إلى انحراف العقيدة إلى سوء العاقبة. هذا عامل. عامل ثاني هو عبارة عن العامل المادي، يعني هذا عنده انحراف. العامل المادي ورد في الحديث عن نبي الله عيسى بن مريم
عليه السلام أنه قال على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام أنه قال إن بعض العلماء ليؤتى به في النار فيقولون له يعني أهل النار ما الذي حل بك؟ ما الذي جرى بك؟ قال قد كنت آمرا بالخير فلا آتي وكنت ناهيا عن الشر فآتي. هذا الذي يؤمر بالعفة وما عنده عفة أصلا، يؤمر بكذا وما عنده كذا. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتل. فإذا العامل المادي بعد العامل الثالث هو عبارة عن الرذائل الأخلاقية. تحدثنا البارحة عن الرذائل الأخلاقية. الرذائل الأخلاقية لها دور كبير في سوء العاقلة والعيال. من أهم هذه الرذائل الأخلاقية هو عبارة عن الطمع. الطمع عامل رئيسي. كيف الطمع؟ مرة الإنسان يطمع بمثلا يطمع بمال، يطمع بمنصب، يطمع. هذا الطمع هو سبب رئيسي. ولهذا علي بن حمزة المطائني، هذا رجل كان من أصحاب الإمام الكاظم وكان أحد وكلائه. هذا طالبه الإمام الرضا بالحقوق الشرعية، قال بأنه العدالة الرضا كان عنده 30,000 من العدالة، فطمع فيها فسرق الأموال. طالبه الإمام الرضا بهذه الأموال فأنكرها، أنكر إمامة الإمام الرضا وأسس مذهب الواقفية. شوف الطمع يأتي بالإنسان إلى سوء العاقبة. والطمع بعد طمع في منصب. كيف طمع في المنصب؟ يعني ربما مثلا إنسان يطمع أن يكون مثلا هو مثلا طالب علم، يطمع أن يكون مثلا إمام جماعة، أو يطمع أن يكون هو الخطيب المميز الذي لا مثيل له، أو يطمع أن يكون هو المؤلف الذي لا نظير له. فكما يقال إذا حصلت بهذه الحالة تؤدي به إلى الانحراف. ولهذا في الحديث عن الإمام الصادق يقول هلك من طلب الرئاسة، هلك من طلب الرئاسة كما يقول بعضهم يا حبذا الإمارة ولو على الحمارة. فإذا الطمع هذا عامل رئيسي من عوامل سوء العاقبة. بعد من عواملها الحسد. الحسد هذا من أهم. ما معنى الحسد؟ الحسد هو عبارة عن أن الإنسان يتمنى زوال نعمة الآخرين. إذا الحسد صار عند الإنسان ربما أحيانا الإنسان يتمنى زوال النعمة لكن هذه في قلبه لا يبديها، وأحيانا لا ربما تخرج إلى الخارج. ولهذا علي بن محمد الشلمغاني ما الذي أدى به سوء العاقبة وعبارة عن الحسد؟ قال كلمات ضد الحسين بن روح النوبختي، فجاء التوقيع من الإمام بأن هذا اطلبنا الله أن هذا خرج عنه. فإذا الحسد بعد الغرور والعجب آفة العلم الخيلاء. بعد الكبر، وهذا الكبر أشد من العجب والغرور. العجب الإنسان يتمنى يكون له مقام معين مثل، لكن الكبر
يكبر له ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتمنى أن يكون له مقاما معينا في نفسه. الأمر الثاني يريد أن يكون له مقام عند الآخرين. المرتبة الثالثة يرى نفسه فوق هي ثلاثة أمور. ولهذا كل معصية سببها الكبر. ولهذا الشيطان الرجيم ماذا قال؟ قال هذا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا بعد أن فهمنا هذا فلا تستعجب أن هناك ربما يأتي إنسان وينحرف إذا اجتمعت فيه هذه الردائم، سواء كان عالما أو غير عالم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياتنا وكانوا بها يستهزئون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على حسن العاقبة، وجميع علماء الدين وعلماء عقيدتنا، نسأل الله أن يثبتهم وأن يثبتنا على محبة أهل البيت. ولهذا بالمناسبة أن حوزة قم في هذا العام أرادت ارتأت أن تكرم أحد علمائنا، ونحن نفتخر بهذا العالم وهو سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم. صلى على محمد وآل محمد. الشيخ خدم المذهب وخدم المجتمع وخدم الحوزة، فلهذا جزاه الله خير الجزاء. نسأل الله أن يحفظه وأن يطيل في عمره وأن يقر عيوننا. يعني هذا الرجل وصل إلى حالة من التواضع بعيد عن الغرور العلمي وعن العجب وعن الكبر. سو يعني ما أريد حتى واحد يقول لي هؤلاء هم علماء الحقيقيون. نسأل الله وإياه أن يثبتنا على حسن الاستقامة. ولهذا أنت انظر إلى كربلاء، شوف كربلاء، شوف هنالك ممن ثبت مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صاحب هذه الليلة حبيب بن مظاهر الأسد. حبيب بن مظاهر كان رجلا عالما، وهذا يقال بأنه صاحب رسول الله وسمع حديثا ولزم أمير المؤمنين عليه السلام وشاركه حروفه الثلاثة الجمل وصفين والنهروان، وكان ممن خصهم أمير المؤمنين عليه السلام بعلم المنايا والمنايا. هذا الرجل كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين لما أسس شريطة الخميس. شريطة الخميس هذا مصطلح هذا ظهر في زمن أمير المؤمنين، كلمة مكونة من عبارتين شريطة والخميس. ما معنى شريطة؟ شرطة هم الذين أخذ من المشارطة، شارطهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال لأصحابه أنا أشارطكم ثم تشارطوني، أشارطكم على الجنة وتشارطوني بالموت والوقوف إلى جنة. فلهذا قيل عنهم بالشرطة. والذين شارطوا أمير المؤمنين عليه السلام 6000، فسموا بالشرطة. الخميس، ما المقصود بالخميس؟ الخميس مو مثل يوم الخميس عند الله. الخميس
والجيش المهلف من خمس فرق: الميمنة والميسرة والقلب والجناح والساق. خمس فرق. ذاك الشرف اللي ألقى لألقى خميسا في الوغى وعرب. فأحد كان في مقدمتهم حبيب بن مباهر الأسدي. هؤلاء إذا حمل أمير المؤمنين عليه السلام كانت شرطة الخميس في المقدمة، لأن أمير المؤمنين شارطهم على الجنة وهم شارطوه على الموت والوقوف إلى جنبه. ولهذا حبيب بن مظاهر الأسدي ذات يوم يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: ما الذي يزين الرجل؟ قال: يزينه علم وحلم، ويزينه ما ثم مال ومروءة، ثم فقر معه صبر. هذا في الدنيا. وفي الآخرة يزينه الجهاد في سبيل الله أو الشهادة في سبيل الله. ولهذا بقي حبيب منتظر الشهادة. شارك ثلاثة مع أمير المؤمنين، ما استشهد، وقد وعده أمير المؤمنين بالشهادة. قال: أبا الحسن، لقد وعدتني بالشهادة. قال: بلى، إن لك شهادة أعظم من هذه الشهادة. إن لك شهادة مع ولدي الحسين بكربلاء. وبقي حبيب ينتظر هذا اليوم حتى نزل الحسين بكربلاء في اليوم الثاني من المحرم إلى يوم السادس. هذا اليوم يوم السادس يسمى عقد الرايات. الحسين عليه السلام عقد الرايات، كل واحد ليفد مقام كان الحسين يعد له راية، كل راية تحتها كذا كذا. وزع الرايات الإمام الحسين عليه السلام يوم كربلاء، وبقيت راية واحدة كلما أراد أن يدنو منها أحد من أصحاب الحسين قال: أبا عبد الله، إذن لي أن أحمل هذه الراية. فيقول له الحسين: أنت كفء كريم، ولكن هذه الراية هي لرجل يعرفني حق المعرفة، وسأكاتبه وينصرني. لحد يشيل الراية، لحد يشيل الراية، يا سيوف حربي منكم، لحد يشيل الراية. مهجة الزهرة ينادي، ودمع ودمع ودمعته يجري، لحد يشيل الراية له كتابا فلا يتأخر. وفعلا كتب الحسين كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، أما بعد يا حبيب فقد نزلنا إلى أرض كربلاء، وقد أحاطت بنا زمر الأعداء،
فإن كنت تريد أن تحظى بالسعادة الأبدية والدولة السرمدية فعجل ولا تتأخر عن نصرتنا. ثم طوى الإمام الحسين الكتاب ودفعه إلى رسول، أقبل الرسول إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، وكانت معه زوجته في تقدم له الغداء، وإذا بحبيب قد غص فقال إنا لله وإنا زوجته تساعده وتتقف إلى جنبه تواسي، وإذا بالباب يطرق فقالت إن صدق ظني هذا رسول الحسين. قام حبيب بن مظاهر الأسدي فتح الباب وإذا برسول الحسين سلمه الرسالة، قرأ الحبيب رسالة دموعه على خده فقال لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. ثم ذهب الرسول، دخل حبيب إلى منزله قال صدقت يا حرة، أخبرها بأن هذا رسول كتاب من الحسين يدعو إلى نصرته. فقالت وما تصنع يا حبيب؟ قال هذا سر بيني وبينك فلا تطلعي عليه أحدا. بينما هو كذلك وإذا بالباب يطرق مرة ثانية، فتح الباب حبيب وإذا هم من بني عمومته أدخلهم إلى الدار. قالوا له يا حبيب ألا تذهب إلى نصرة الحسين؟ قال وماذا؟ قالوا له يا حبيب أما علمت بأن الحسين نزل إلى أرض كربلاء وقد أحاطت به الأعداء؟ فقال حبيب إن الحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا بالدخول بين السلاطين. فقام بنو عمومته وقبلوا عينيه وقالوا هكذا وجدناك يا حبيب، وإن لم تفعل أخذنا فيه الذي لم تفعل هكذا أخذنا الذي فيه عيناك. ثم ودعهم وانصرفوا. زوجته واقفة تسمع الحوار، لما خرجوا أقبلت إليه كاللبوة تقول له حبيب ماذا سمعت منه؟ تقول لا تنصر الحسين، والله لئن لم تذهب إلى نصرة الحسين لألبسن ملبوس الرجال وأذهب إلى نصرة الحسين. نادت يا حبيب ابن البتولة لا تفوتك نصرته. يا حبيب ابن البتولة لا تفوتك نصرته. كربلاء يقولون جمال الأعادي حاطته، كربلاء يقولون صبط المصطفى حط الخيام. وياي وياي ما لنا صار يا حبيب Shabbat.
فرز حبيب إلى الأعداء وقاتلهم قتال الأبطال حتى قتل منهم جمعا ثم عمد إلى حامل اللواء ليحمل عليه فبصر به الحسين بن نمير التميمي فحمل على حبيب من خلف فضربه بالسيف على رأسه فخر حبيب شهيدا يخور في دمه وهو ينادي السلام عليك أبا عبد الله فجاءه لعين من بني تميم واحتز رأس حبيب وأخذ يطوف به في الميدان جاءه الحسين وقف عند مصرعه وقال رحمك الله يا حبيب لقد كنت رجلا عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة وبقي حبيب على هذا الحال حتى يوم الثاني عشر من شهر المحرم حينما جاء حامل رأس حبيب إلى الكوفة بصر به من بعيد ابنه القاسم فتبع ذلك الرجل التفت إليه قال لم تتبعني قال أسألك عن صاحب هذا فقال هذا رأس حبيب ابن مظاهر الأسدي فانكب عليه وهو يقول وأبتا وإن كان يا ابن اليتيم ما تقدر على أحواله دير البصر عاين يتامى حسين وأطفاله وشوف الذي بين الأعادي يسحب أغلاله حبيب أنت إلى الحسين
حبيب إن لم يرق نسب فأنت نسيب. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إلى دعوة يكشف السوء، أما يجيب المضطر إلى دعوة يكشف السوء، أما يجيب المضطر. إلهي نسألك بحق حبيب ابن محمد وبحق جميع أنصار الحسين والدماء التي سالت بين يدي أبي عبد الله الحسين، إلهي فرج عن شعبنا المظلوم، فك جميع الأسرى والمعتقلين، أرجعهم إلى أهلهم سالمين. اللهم شاف مرضانا بحق حبيب ابن محمد أبناء السيد علوي السيد محمد السيد نعمة وجميع مرضانا، من عليهم بالشفاء العاجل. اللهم احفظ علماءنا لا سيما سماحة الشيخ عيسى القاسم والسيد عبد الله وجميع رموزنا، اللهم احفظهم. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اجعل عاقبتنا الى خير. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اطلهم في اعمارهم القائم على هذا المأتم السيد علي، اللهم ارجعه الى اهله. رحم الله من قرا سوره الفاتحه واهدى ثوابها الى موت الحاضرين ومن مات على الايمان، والى ارواح الشهداء والى ارواح السيد يوسف السيد ناصر ووالدة السيد حيدر.